من هنا بدأ الحوار، خلينا نقول انطلاقة الحوار من هذه الوثيقة. لا، هي بدأت كفكرة. طيب، وكيف ترجمت اليوم؟ هذه الفكرة عرضت على مجموعة من السياسيين، رجعت من كل الجوانب، لم يستثنى أحدا بالكويت من الشخصيات الفاعلة والبارزة بمن فيهم الشخصيات التي ساهمت في وضع دستور الكويت الحالي. وأنا أذكر أن التقيت الدكتور أحمد الخطيب أكثر من مرة في هذا الشأن. صحيح. والتقيت في السيد أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة لعدة دورات، وبحثنا جوانب مختلفة، وكنت في لقاءات مباشرة مع زميلي وأخي الأكبر الدكتور حسن جوهر، وكنا في بيته نعد كل هذه المسائل تفصيلا حتى نلخص إشكاليات الحالة السياسية وكيف يمكن لنا أن نتجاوز هذه العقبات. فلم نكتفي في مجرد النقد فقط، بل انتقدنا وكنا ولازلنا ننتقد، وقدمنا هذا التصور. لكن هذا التصور لن يأتي بنتيجة فعلية ما لم يقدم لأصحاب الشأن في اتخاذ القرار، وأول أصحاب الشأن هو سمو الأمير باعتباره رئيسا للدولة. فقدمت هذه الوثيقة له في ذلك الوقت، وهوجمت في حينها حتى أنه لم يقرأ. ولذلك إحنا الآن لما قلنا حق أخوي أبو سلمان أبي يقرأ، أنا أبي الشعب الكويتي يشوف ويسمع هذه، هل هناك من يعترض على أي بند من هذه البنود؟ وإذا كان هناك من يعترض على أي بند من البنود، يقدم التصور البديل. هل منع أحد من أن يقدم للديوان الأميري أو لسمو الأمير أو لأي جهة؟ الدستور يعطيك صلاحية مخاطبة السلطة باسمك وتوقيعك، اكتب اللي تبي وروح. طيب دكتور، أنت هذه الوثيقة قدمتها ما كنت نائب؟ لا. طيب أنت الحين صرت نائب وصفح عندك الأدوات وترجمتها إلى واقع نائبا. قل لنا الترجمة هذه إلى واقع شنو هي؟ شنو الحوار الوطني؟ للحين ما ندري شنو الحوار الوطني، شنو صار؟ معلش، جزاك الله خير على سؤالك. لكن لما قدمنا هذه التصورات، أنا بس لما أقول لك إن في أشخاص هاجموا هذه المسألة وهم لم يطلعوا عليها، لأن هناك أشخاص لا تريد للتسوية أن تتم. هناك أشخاص طبعا لا تريد، هناك أشخاص وهناك كيانات سياسيين وبرض. سياسيين وغير سياسيين. أما أسبابهم ودوافعهم فلا أعلمها، أنا مو مهم بالنسبة لي أني أعرف ليش، بس أنا مهم بالنسبة لي لما أنتقد عمل أن أقدم حلا لما أنتقد. إحنا قاعد نقول إن في خلل في الحالة السياسية، أحد يقول لا، أنا أعتقد أن جميعكم تقولون في خلل. زين، أنا تصوري للحل هو هكذا، وأنا ما أقول تصوري قرآن، بس إذا عندك قدم. زين، أنت لا مقدم ولا مخلي الناس يقدموا، زين شو تسوي يعني؟